لا احكي. أنا غازي عوض الشبح من مواليد حمص البياضة شارع وادي إيران. في بداية الأحداث كانت هناك مظاهرات سلمية، وبعدها تدخل الأمن لتفريق هذه المظاهرات على أنها مظاهرات مسلحة على أنها مظاهرات مسلحة، ولكن اتضح لنا أنها سرية ولا تحمل أي سلاح، وبعدها اكتشفنا أنهم يريدون منا أن نفصل بين السنة والشيعة، ونحن السنة والشيعة طائفة واحدة، دين واحد وإسلام واحد، ولكن دائما منا ضعاف الأنفس الذين يقبضون أموالا من أجل تفريق المتظاهرين وقنصهم على الطريق الأسطح التي دربنا عليها الأمن وأعوانه. وهناك مساعدات تأتي من لبنان على طريق حزب الله و بوادي خالد، يستلمها جماعة من المزرعة في حمص قرب الكلية الحربية، ويوزعونها على ضعاف الأنفس من السنة والشيعة. ولكن اكتشفنا بعد ذلك أن هذا كله ليس إلا مؤامرة داخلية نظمها الجيش والأمن مع بعضهم البعض، ولكن نحن إن شاء الله منتصرون بقيادة الثورة والثوار على هذا النظام البائد. أما بالنسبة للنساء المخطوفات في المزرعة، كان هناك حاجز من الأمن يوقف السيارات ويرجل منها الرجال إلى الأمن، والنساء إلى الاغتصاب على طريق الأمن وضعاف الأنفس، ممن يرتشون ويأخذون الأموال عن طريق الأمن.